دجاج بالزيتون او دجاج بالزيتون المكبوس والليمون المكبوس بالملحه. ازاي نعملها بالليمون المخلل؟ هنجيب ليمون مخلل عادي جدا، مش ليمون معصفر، ليمون مخلل عادي جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نقطعه الاكس ونحشيه كويس جدا بالملح. المقادير بتاعتي هاخد فراخ، اي نوع فراخ، بس يفضل انها تبقى صدور فراخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده، سليمه، مش فراخ بانيه، لا بتبقى عريضه بالشكل ده اهي، يعني صدر كامل بس متنضف مقسوم على اثنين بس. كزبره وبقدونس مفرومين ناعم، جنزبيل فريش مفروم ناعم، وكمان عندي ثوم مهروس، عندي قرفه، عندي زعفران شعره، وعندي الليمون بيوري او بيوري يعني معجون، واخده ليمون معصفر بالقشر بتاعه وفي المخرطه كانه ملوخيه لحد ما يبقى معايا بالشكل ده، او في الكبه على طول نطحنه هيديكم برده نفس الشكل ده. بالنسبه للليمون المكبوس ده بنعمل فيه ايه؟ ده هو ده هو ده. انا عندي هنا يعني الليمون ده اهو، هو ده هو ده، يعني هو التلاتة، هو التلاتة، واحد عاملاه بيوري والتاني عاملاه جوليان أو شرايط. الشرايط ده عشان أزين بيها في الآخر، وده عشان أطبخ بيه، وده عشان أفهمكم إزاي هو بيتعمل. خلينا نحط الليمون مع بعضه كده ونيجي المقادير نحن لوحدها. كمان هحتاج مرقة فراخ لو عندكم، ما عندكوش، شوية مية مغلية وندوب فيها شوية من المكعبات بتاعتنا. اصبروا واستحملوني لحد ما نعمل المكعبات كلها. هاخد انا هبتدي اقرب الحاجه بتاعتي كلها، هاخد شويه من السمنه المغربي، مش متوفر عندكم، ممكن تعملوا السمنه العاديه بتاعتكم. انا هنا بشتغل بالسمنه الحلوه مش السمن الحار. هاخد الليمون مع الثوم، هنبتدي ننزله في السمنه اهو بالشكل ده. هاخد ده واخد هنا اهو شوية زيت زيتون وهننزل بس كده. يعني خدنا شوية زيت زيتون، شوية سمنة مغربي، والثوم بتاعي، والليمون اللي أنا عاملاه برضو. بعد ما بنحطهم عايزة أقول لكم الريحة بتبقى قوية جدا وبتبقى واضحة قوي. بحط باخد الجنزبيل أهو، كزبرة، والبقدونس. الكميات بالظبط هتلاقوها موجوده عندكم مع المقادير في الشاشه. لازم تجربوا الطريقه دي لانها فعلا حلوه قوي. هبتدي انزل الصدور بتاعتي، وبعد ما اقلبهم شويه يعني يبتدي لونهم يغير معايا، ابتدي اتبل، ابتدي احط التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي اللي هي زعفران شعره والقرفه وملح وفلفل. عايزه اقول لكم بيبقى جبار الصوص اساسا اللي بيعمله، بيبقى هايل، يعني هيبقى عندكم صوص حلو جدا للليمون اهو. خلينا نقلب دي كمان، ما بتاخدش وقت طويل زي ما انتم شايفين. بصوا بتبيض معايا على طول، يعني هي مش واخده وقت، على طول لونها بيغير معايا. نفضل نقلب فيها، اهم حاجه ما يبقاش اللحم احمر بتاعي، يعني ما يبقاش عندي اللحمه حمراء بتاعتي خالص. اقلبها بالشكل ده. وانس انها بقت بالطريقه دي هبتدي اتبل فيها بالراحه. بنسيب الزيتون، الزيتون ممكن تعمله الاخضر، ممكن تعمله الاحمر بالشكل ده او اللي هو، المهم يكون مخلي. يبقى كده احنا هنا سيبنا الزيتون وسيبنا شرايط الليمون او اللي هي التقطيعه الجوليان بتاع الليمون المكبوس بالملح، وكمان عندي هنا ورق كزبره وبقدونس، دول اخر حاجه هنسيبهم عشان نعملها. هاجي هنا هاخد شوية قرفة، خليني أعمل كده، نفركه كويس قوي عشان يدينا الريحة والطعم واللون. هنحطهم مع بعض وهزود شوية ملح وشوية فلفل. أهم حاجة ما تحطوش التتبيلة فيهم خالص، غير لما إيه، غير لما الفراخ أو الدجاج ديالي لونه يبيض معايا. خدوا بالكم الليمون عندي والزيتون اوريدي مخلل، وانا مزوده ملح، فالملح حاجه بسيطه. كمان عندي مرقه خضار هنا يعني او مرقه فراخ بيبقى فيها ملح، فخدوا بالكم جدا بليز من النقط دي عشان ما تزودوش كتير جدا ويبقى معاكم الموضوع صعب قوي، يعني هتبقى الاكله ما بتتاكلش ومش هينفع نعمل فيها اي حاجه. هقلب تقليبه، بصوا اهو
وهزود مش هستناهم لحد ما يتشوحوا عشان التوابل بتاعتي ما تنشفش، هحط عليهم المرقة بتاعتي اهو بالشكل ده. هسيبهم مش هياخدوا وقت طويل، هياخدوا تقريبا حوالي يعني نقول 30 دقيقة الماكسيموم، وهنلاقي معانا الصوص قصر للنص. يبقى كده الفراخ بتاعتي استوت، مش ناقص غير اننا نشيلها ونسيب الصوص بتاعها يغلي على اقل من مهله، وهيبقى معاكم حلو جدا.